إذن بسم الله الرحمن الرحيم. السلام عليكم متابعي جريدة أصوات، تحياتي لكم، تحية مسائية لكم أينما كنتم أينما تواجدتم. معنا اليوم برنامجكم جديد، برنامج عين على الشباب، والبداية دائما غتكون من مدينة ستارس، وغنستضيف فيها بطل من الأبطال المغاربة أكيد، سفير الدولة المغربية بطريقة أخرى، صاحب عدة ألقاب اللي غادي نتعرفوا عليها، ابن مدينة ستارس البار، فاعل جمعوي ريادي، اكيد من طبيعه الحال غنتعرفوا على عده عوامل ديال هذا الشخص او هذا الضيف اللي راه هو معنا اليوم، اللي هو الامر كيتعلق بسي عبد اللطيف الزهراني. تحياتي لك ومرحبا بك معنا سي عبد اللطيف اليوم على جريده اصوات. الله يبارك فيك سي امار، وكنشكرك وكنشكر الطاقم ديال الجريده اللي تحمل لنا طريق وجات عندنا للبيت ديالنا المتواضع باش تصوروا معنا. مرحبا بكم، كنعاود نكررها، وكنشكر جريده اصوات على هذه الالتفاته، وكنحيي جميع المتتبعين داخل وخارج ارض الوطن. شكرا سي عبد اللطيف، هذا واجب. بدايه قبل ما اكيد حنا نعرفوك وعرفناك بزاف ديال الحوايج، فما بها ما فيها باس تقدم لنا نفسك واحد البطاقه للمتتبع الكرام باش يعرفوا شكون هو عبد اللطيف الزهراني، واكيد من طبيعه الحال غني على التعريف. عبد اللطيف الزهراني من مواليد 1978 من مدينه سطات، بطل سابق في رياضه بناء الجسم والفيتنس. رياضه ماشي رياضه على ما اظن. على اي نوع من هذه الرياضات غنذكرها ان شاء الله بداخل الحوار. ابن مدينة سطات، غيور على المدينة، كنت منا ومن الله سبحانه وتعالى أن الرياضة في المدينة أن تلقى واحد الصدى من جميع الفعاليات ديال المدينة. وفي الحوار احنا سي معك سي مرحبا سي عبد اللطيف، ذكرتي على المدينة وذكرتي الرياضة وذكرتي أكيد المدينة، بداية بغيتك تبدا معايا مسار ديال هذا النوع ديال الرياضه اللي كتمارسو واللي درستي فيه، كيفاش تعرفتي عليه وكيفاش بديتي؟ انا هذه الرياضه انا بديتها في تقريبا في سنه الموسم الرياضي 94 95، كنت ديك الساعه والله توقفت عن الدراسه، و اول رياضه كنت كندير هي كره السله يعني في الثانويه ديال القدس، ومن تماك بدينا مشات الامور حتى وليت كنلعب فريق نظرية ديال السطات هي في كرة السلة. من بعد كان واحد التوجه اخر، كانت عندي واحد المجموعة ديال الهوايات الرياضية، منها السباحة، من الهوند، الفوت، يعني واحد المجموعة، ولكن في الأخير استقرات النفسية وارتاحت في رياضة بناء الجسم، وهي اللي مشى فيها المسار ديالنا التأطيري والتكويني، ومشينا فيها كأبطال وشاركنا في واحد المجموعة ديال البطولات محلية وجهوية ووطنية، اللي الحمد لله راه كان الصدى ديالها كبير في الباماريز ديالنا، والحمد لله حنا الحمد لله كنشتغلوا كأطر مع الجامعة الملكية، وعضو يعني في عصبة الدار البيضاء سطات لبناء الجسم والفيتنس، ونكمل كان يعني رئيس مؤسسة التضامن الرياضي متعددة الفروع، ورئيس عصبة الشوية للقوة البدنية والفيتنس. هذا هو يعني الحمد لله، يعني هذه الرياضة اكتسبنا من هذا من 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 رياضة بناء الجسم واحد المجموعة ديال الأخلاقيات، لا النفسية لا الروحية، لا يعني صراحة الرياضة اللي كتبقى رياضة النبلاء كما كيسميوها. والحمد لله على فكره رياضه النبلاء زعما كيف هاد الناس كيما هاد النوع ديال الناس اللي كيشوفوك يعني من بعد تيقول لك لا هذيك راه خطيره، ماشي النبلاء ديال الناس بالعكس، راه عرفتي باش تكون جسم راه ماشي ساهل، راه كاين واحد المجموعه ديال المتاعب، راه ماشي ساهل باش تاثر باش تكون يعني تبدا التكوين ديالك حتى تكون حتى توصل للبطل، راه ما ساهلاش، راه كتمر بواحد المجموعه ديال المراحل اللي هي صعيبه. اولا تأطير وتكوين رياضي في النادي، من بعد يعني كتشوف واش كاين هذاك، كتشوف يعني كتكون النظرة ديال المدرب ديالك او الكوتش ديالك
ان كتكون من ديك النظره ديال كيشوفك هو انك مشروع بطل. يعني تماك فين كتبدا البارماريس البدايه الحقيقيه لهذه الرياضه. ومن بعد راه كتمشي في المسار، يعني كدوز المراحل يعني المحليه، البطولات المحليه، البطولات الاقليميه، الجهويه على حساب العصاب، ومن بعد كتختار انك تلعب في وطنيا، ولا كان عندك حتى لا كانت الامكانيات وكانت الجماليه ديال الجسم ديالك تناسبك باش تكون باش تشارك مع المنتخب الوطني، فراه كتشارك مع المنتخب الوطني ضمن او في اطار الجامعه الملكيه المغربيه. تقريبا تكلمتي على ليكوتش، يعني انت ربما كنتي واحد من احد المشاريع ديال ليكوتش ديالك. اذا تكلمنا على عبد الطيب الزهراني، التلاميذ ديالك ابرز التلاميذ ديالك واش عندك ولا ما كاينش؟ وصراحه يعني كونا واحد المجموعه ديال الابطال اللي دازوا كيما حنا تكونا على يد واحد المجموعه ديال الابطال اللي كانوا سبقونا. وهنا غنرجع معاك الاول سكول، المدرسه الاولى ديال بناء الجسم. هذا موضوع اخر، هذه نقطه هي بوحدها، هذه نقطه شيقه من طبيعه الحال، لكن نتعرفوا عليها خصنا نتعمقوا فيها سي عبد الطيب. لهذا ستات عندها تاريخ في رياضه بناء الجسم، عندها تاريخ. نبدا معاك من المرحوم والزهره، وجايين يعني السلسله طويله، يعني لا ما نقدرش نذكر الاسماء بزاف لانه لكن طبيعي مش الاخوان ميمي، ولكن غنذكر بعض الاسماء اللي هي بصمات خلات البصمات ديالها في يعني على الصعيد المحلي والجهوي والوطني والدولي. هذا هو يعني الحمد لله غادي نرجعوا للاخوان كاملين. بما يخص رجع معك السؤال ديال طرحتي عليا ديال تكوين ديال الابطال، كاين واحد المجموعه ديال الابطال اللي كنا كونا في اطار لا في النادي لا في الاطار ديال العصبه. والحمد لله راه الاخوان راه واحد المجموعه ديال الابطال اللي هما دابا راه كيشاركوا وطنيا ودوليا، وهذا هو النتائج اللي كتفضل. هذا هو الفضل، وحنا ملي كنشوفوا هذوك الاخوان وكنتلاقاو معاهم وكنشوفوا المستوى اللي وصلوا ليه، الحمد لله راه هذيك هي يعني كنشوف ان ما ضيعناش وقت، واخا كيمشي لك الوقت ولكن كتشوف ما ضيعتيش، ان كيكون عندك استثمرت، يعني كاين واحد المنتوج استثمرت في الابطال. يعني راه كاين تبارك الله ابطال في المستوى اللي كيشرفوا مدينه سطات وكيشرفوا الشاويه ككل، وكيشرفوا دابا عصبه الدار البيضاء سطات، وكيشرفوا حتى الجامعه الملكيه صراحه. سطات دائما كانت كتخلي بصمه ديالها في هاد الرياضه. طبعا كاين غنتعرفوا على هادشي. سي عبد الطيب غنسولك واحد السؤال غنرجع بك شويه، شنو سر الكلمه المشهوره اللي كنطلقت عليك ديال سي عبد الطيب مشاري الرياضه؟ وا شوف كيفاش جات وشنو السبب ديال المشاري ديال الرياضه؟ شوف اللي كتكون كيكون عندك واحد التكوين اللي هو اكاديمي، وكتكون تاثرتي في واحد المجموعه ديال المراحل. يعني راه كنقول لك انا الرياضه من 95 لدابا راه تقريبا غتكون راه 29 سنه ولا 30 سنه ديال الرياضه، ما ساهلاش يعني هذه في رياضه بناء الجسم. يعني راه كتكتسب واحد المجموعه ديال ولا كتكون عندك واحد الباكاج كبير، يعني هو اللي كتمشي به في المسار ديالك. يعني هنا فين كتكون انت كتكون النفسيه ديالك مرتاحه وكتكون باغي تخدم. علاش هما تيقول لك مشاغب؟ لاننا كنشيطين، لانك كتكون ناشط كتكون مشاغب. الحمد لله يعني راه البصمه اللي تنخليو في المدينه، ولا كما كتشوفوا انتم راه حضرتوا معنا في واحد المجموعه ديال التظاهرات الرياضيه وديال التدريب والتكوينات. راه حضرتي معنا سي عمار، حضر معنا واحد من واحد الاخوان. دائما الحمد لله كيكون المستوى، لا داعي انني نذكرو انتما، النيفو طالع وصافي، هذا هو اللي كاين الحمد لله. هذا هو الهدف ديالنا الحمد لله. و كنتمنى انه حتى هما يكونوا مشاغبين، هاد الناس اللي كيطلقوا يكونوا مشاغبين ويديروا يقدوا بها، يقدوا يخدموا يديروا عا يخليو اللي في شي رياضه يدير، يعطينا واحد المنتوج اللي هو في المستوى
ما يأثروا الوليدات ويكونوا في واحد المستوى اللي لائق، واللي ان شاء الله باش يكونوا ابطال ماشي على المستوى المحلي او الجهوي، يكون على المستوى الوطني وعلى المستوى الدولي، لان احنا دابا مقبلين على كاس العالم، هادشي بلادنا مقبلين على كاس العالم، وكاين خصنا يعني وعندنا ابطال اللي تبارك الله اللي كيشاركوا دوليا، فراه خصنا حنا خصنا ندير ستات تعطي ابطال تخلي ديك البصمه الوطنيه او الدوليه. هذا هو الهدف ديالنا، هذا هو علاش كن نضيف بالنسبه لهذه الرياضه وتقول لي عليها هذا الوقت الحيز الزمني كامل دوزتي في حياتك كان فيها هنا في المغرب او ستات بالضبط، لقيتي فيها راسك ولا صراحه؟ صراحه بكل صراحه انا جد جد مرتاح. علاش؟ لان انت كتكون كدير واحد الحاجه اللي هي نبيله، الرياضه ما كنديروش شي حوايج اخرين، يعني كدير الرياضه يعني باش تكون كتاثر الوليدات وتكون انت ديجا يعني دستي في واحد المجموعه ديال المسالك او التكوينات الرياضيه، راك كتكون قدوه للابطال والوليدات ديال البلاد والوليدات ديال المدينه. علاش؟ علاش حنا كنديروا الرياضه؟ باش نحارب واحد المجموعه ديال الظواهر. راك تشوف الوليدات، راه واحد المجموعه ديال الوليدات كيتبلاو، حنا ضد هذاك الشيء. حنا كنتمناو ان الوليدات يكونوا صغار يتبلاو بالرياضه ويتبلاو بالحوايج اللي زوينه، باش لان الحمد لله كما نعاود نرجع لك، راه عندنا الماده الخام، عندنا خاص غير التكوين وخاص المساعده، هذا هو اللي كاين. راه كتشوف واحد المشروع ديال واحد الوليد كتشوف فيه مشروع بطل، كتبغي تعاون معاه باش يوصل حتى هو ويلقى ذاته، وتخلي هذيك كتبقى صدقه جاريه، لانك كتعطي شي حاجه اللي كتحبها وكتبغيها من القلب ديالك، راه الله سبحانه وتعالى كيبارك فيها. نرجعو دابا للمستوى المحلي، كيفاش كتشوف معايا الرياضه على السطات بالنسبه للتعاطي ديال الشباب والميول ديالهم؟ الرياضه في السطات عامة كاين واحد النقص على العموم في واحد مختلف الرياضات، راه هادشي راه ملي وقفت النهضة مبقيناش كنشوفو. كانت النهضة كان عندها فروع ديالها في واحد المجموعة ديال الرياضات، ملي هبط المستوى ديال الفريق وتخلاو عليه واحد المجموعة ديال الفعاليات في المدينة، وكنتمنوا من هذا المنبر وكنصيفط واحد الرسالة عاوتاني للمكتب الموسي ديال الفريق النظرية ديال السطاتية، باش يفتح البيبان ويخلي ولاد البلاد تا هما يتعاونوا في هذا الإطار هذا، وترجع النهضة الأمجاد ديالها، ترجع النهضة وترجع الرياضة لمدينة السطات. شنو سبب التراجع في نظرك أنت؟ ما كاينش سبب التراجع، راجع لواحد المجموعه ديال الاسباب.